بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعل أبرز سبب لكثير من المشاكل بين الناس هو عدم التسامح أو قلة التسامح بينهم، ولعل من أبرز أسباب عدم التسامح اعتقاد كثير من الناس أن التسامح ضعف وأن المتسامح شخص ضعيف. فهل هذا صحيح؟ يشكل على كثير من الناس حقيقة التسامح، فيراه البعض ضعفا ويرون أن التسامح دليل على الضعف النفسي أو الضعف الجسدي، ولهذا يظن البعض أنه إذا تسامح مع من أخطأ في حقه أو اعتدى عليه فربما ظن الناس أنه ضعيف الشخصية أو أنه ضعيف بدنيا ولا يستطيع الدفاع عن نفسه، بل ربما إذا أراد هو أن يسامح بادر أصدقاؤه من حوله بنصحه ألا يسامح حتى لا يظهر بمظهر الضعيف أو تمحى كرامته أو يؤكل حقه كما يقولون، وهذا كله غير صحيح. لعل أحد أسباب سوء الفهم هنا أن الناس تظن أن التسامح بلا حدود، ولا شك أن التسامح مع المسيء إذا كان بلا حدود وبلا ضوابط فإنه ضعف وهوان وكارثة على الفرد وعلى المجتمع. فمثلا الظالم لابد من ردعه عن ظلمه، لابد من إيقافه عند حده. التسامح الحقيقي ليس ضعفا لأنه لا يعني الاستسلام ولا قبول الأذى ولا الظلم، بل له حدود وضوابط شرعية وضمن أطر قانونية أيضا مع مراعاة العرف واختلاف الأحوال والظروف. التسامح الحقيقي خاصة من خصال الأقوياء والنبلاء، لأن هذا التسامح ينبع من قوة الإيمان واليقين والرغبة الصادقة في فعل الخير والصواب. الشخص المتسامح لديه شخصية قوية يستخدمها لإحداث تغيير إيجابي في المواقف السلبية، لديه قوة هائلة تدفعه لأن يتعامل مع المواقف السلبية لكن بطريقة صحيحة. وبالمقابل هناك تسامح يسمى التسامح الكاذب، هذا التسامح الكاذب قد يكون ضعفا. فمثلا يظن البعض أن التسامح يكون عبر كبت المشاعر وردود الأفعال الظاهرية فقط، فتراه لا يسامح إلا في الظاهر، وأما قلبه فيحمل الكثير من المشاعر السلبية فيبقى يكبت في هذه المشاعر في نفسه، وهذه مشكلة. فلا هو طالب بحقه واستراح ولا هو سامح حقيقة واستراح، فيعيش بالتالي في نكد وحزن وهم وضيق. التسامح الحقيقي يكون في الداخل والخارج، وإذا تذكر المواقف المؤلمة فإنه لا يحزن على تسامحه ولا يندم ولا يسيء الظن ولا يحمل هم المستقبل واحتمالية تكرار الإساءة وسوء ظن الناس به، بل هو يصبر ويسامح ويحسن الظن بالناس ويحب لهم الخير ويتوكل على الله تعالى. وهذا كله يحتاج إلى عزيمة وإلى إرادة قوية وإلى نفس طيبة تقية، فهذا دليل على أن التسامح في الحقيقة قوة وليس ضعف. يقول الإمام الشافعي: إذا سبني نذل تزايدت رفعة، وما العيب إلا أن أكون مساببه، ولو لم تكن نفسي علي عزيزة لمكنتها من كل نذل تحاربه، ولو أنني أسعى لنفعي وجدتني كثير التواني للذي أنت طالبه، ولكنني أسعى لأنفع صاحبي، وعهر على الشبعان إن جاع صاحبه. أستودعكم الله ودمتم في عافية وسماحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.